بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، صلاة وسلاما دائمين متعاقبين إلى يوم أن نلقى الله. أما بعد فهذا مجلس في شرح منظومة الإبريز، نظم المذهب الوجيز للفقير إلى الله. وهذه المنظومة إنما أردت جمع مذهب الشافعي للمبتدئين فيها، إنما أردت أن أجمع مهمات مسائل فروض الأعيان في مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. هذه المنظومة الغرض منها أن نجمع المسائل التي لا يسع مسلماً أن يجهلها، كذلك أن تكون مقدمة لدراسة مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، بحيث تشتمل على أمهات مسائل فروض الأعيان، وهي صالحة إن شاء الله لأن يدرسها الطالب المبتدئ المحض الذي لم يدرس شيئاً في الفقه قبل ذلك. فالذي لم تسبق له معرفة فقهية تكون هذه المنظومة صالحة له، كذلك الذي يريد أن يجمع شتات المسائل المتفرقة في الشروح والمتون، في المتون والشروح والحواشي، تكون هذه المنظومة مفيدة له في ذلك. وأسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتنا وأن يأجرنا عليها بكرمه ومنه وفضله سبحانه، وأن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا وأن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والحب فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نشرع في قراءة المنظومة وفي حل ألفاظها. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله تعالى: قال محمد هو ابن سالم، أحمد ربي غافر المآثم، ثم صلاة وسلاما أنورا على النبي محمد خير الورى. وهذه منظومة قد احتوت فروع فقهنا التي تعينت، قصرتها على العبادات التي تكثر كي تؤتى على بصيرتي في مذهب ابن شافعي لتتبع، أكرم به من تابع ومتبع. باب الطهارة المياه قسموا إلى قليل وكثير، يعلموا كثير ماء قلتان ثم ما دونهما فعده قليل ما، وينجس القليل إن يقع خبث فيه ولو بلا تغير حدث، وينجس الكثير إن يكن طرى عليه من منجس فغيرا. واشرط للاستنجاء إن يكن حصل بحجر ثلاثة تنقي المحل، ولا يجف خارج ولا انتقل ولم يجاوز صفحة ولم يبل، ولم يكن عليه شيء قد طرى وكونه من حجر قد طهرا. شرط الوضوء عشرة فحققا، إسلامه تمييزه ثم النقا، عن المحيض والنفاس مع عدم مغير وحائل يحول ثم، وعلمه فرضية من غير ظن، فرض محتم به من السنن، كذا الطهور ثم ها هنا رمث، والوقت والولال دائم الحدث، والفرض غسل وجهه بنيتي، غسل يد مع مرفق وسلعتي، ومسح بعض رأسه واستوعبي رجليك مع كعب بغسل رتبي. وهاك ناقض الوضوء لا تني، فخارج من السبيل لا المني، كذا زوال العقل منهما عدا، ممكنا من المقر مقعدا، ولمس أنثى ذكرا مع الكبر من غير حائل على السواء قر.
ومس فرج آدمي ببطن كف من راحة وإصبع ومن حرف. مسح على خفين جائز إذا كان قويا مانعا أن تنفذا. منه المياه إن تصب قد ستر جميع فرض لبسه إذا طهر. وأوجب اغتساله إن خرجا منيه أو أن يكون أولجا. حشفة بالفرج ثم بعد زد حيضا وموتا والنفاس إن تلد. وفرض غسله الذي تقدم نيته تعميم جسمه بما. ثلاثة قد جوزت تيمما أيا لبيب مرض وفقد ما. وحاجة لعطش بمحترم وغير ذاك ستة فلتغتنم. وعشرة شروطه قد حررا ترب وأن يكون ذاك طاهرا. غير مخالط دقيقا ثم لا يكون في تيمم مستعملا. قصد ومسحه بضربتين بتربه للوجه واليدين. وقبله إزالة النجاسة والاجتهاد قبله في القبلة. كل فريضة لها تيمما دخول وقتها مخيف علما. خمس فروضه لكي يصحح نقل التراب نية أن يمسح الوجه واليدين حتى مرفقي ترتيبه بينهما فحققي. ومبطلاته ثلاثة فما قد أبطل الوضوء ثم وهمما. وذاك حيث كان قد تيمما لفقده وردة وبئسما. قسم نجاسة ثلاثة فقط مغلظ مخفف ثم الوسط. كلب وخنزير وما قد فرعا مغلظ فغسله قد سبعا. متربا أما مخفف فذا بول صبي لم يكن قد اغتذا. غير اللبان قبل حوليه نضح وثالث الأقسام بعد متضح. يوم وليلة أقل حيضها غالبه ستة أيام بها. أو سبعة أكثر ذاك خمسة مع عشرة أما النفاس مجة. والأربعون غالب والأكثر ستون ثم والأربعون غالب والأكثر ستون تم بابنا المحرر. باب الصلاة شرطها إحدى عشر عن حدث وعن نجاسة طهر. في ثوبه وجسمه وبقعتي دخول وقت ثم ستر عورتي. وعلمه فرضية مستقبلا مجتنبا ما شأنه أن يبطلا. وعلمه كيفية من غير ظن فرض محتم بها من السنن. إسلامه تمييزه قد حققا. شرط وجوبها البلوغ والنقاء عن مانع تمييزه قد حققا. أصلحوا هذا البيت عندكم اجعلوه هكذا. شرط وجوبها البلوغ والنقاء عن مانع تمييزه قد حققا. اصلحوا هذا البيت. شرط وجوبها البلوغ والنقاء عن مانع تمييزه قد حقق. شرط وجوبها البلوغ والنقاء عن مانع تمييزه قد حقق. عقل بلوغ دعوة أن تسلما حواسه وأن يكون مسلما. أركانها سبعة عشر نية تحرم من بعده الفاتحة. قيامه في فرضه لقادر ثم الركوع واعتدال قدري. وسجدتان والجلوس سابعا بينهما وليطمئن راكعا. وقائما وقاعدا وساجدا ثم التشهد الأخير قاعدا. ثم الصلاة على الحبيب المجتبى سلامه وكل ذاك رتبا. وتبطل الصلاة بالنجاسة تصيبه ومن كشاف العورة. وعمد حرفين وإن لم يفهما أو واحد إذا يكون مفهما. وحدث تعمد المفطر والأكل ناسيا وذا يكثر. وحركاته إذا تعاقبت ثلاثة ووثبة قد فحشت. أو زاد ركنا في الصلاة عمدا نية قطعها وزد ترددا. ركنان فعليان قد تقدما في قدوة على الإمام بهما.
ومثل ذا تخلف أو علقت نيته أو ضربة قد أفرطت. صلاتنا جماعة فرض على كفاية لمن يكون عاقلا وبالغا وذكرا وواجدا لساتر حرا مقيما في الأداء. وشرط اقتداء نية اقتدى من مقتد متابعا للمقتدى وكونه مجتمعا في الموقف مع الإمام ثم لم يخالف في سنة فاحشة المخالفة كساجد لقرئه فخالفه لم يعتقد بطلانها ممن تبع ولا تحتم القضاء لما شرع. لم يعتقد بطلانها ممن تبع. لم يعتقد بطلانها ممن تبع. اصلحوا هذا ستجدون على التاء فتحة، اصلحوه. تبع اجعلوها تبع بدل الفتحة ضمة تبع. لم يعتقد بطلانها ممن تبع ولا تحتم القضاء لما شرع ولا لموقف الإمام سبقا والنظم في صلاتهم توافقا وبانتقالات الإمام قد ألم وإن يكن كذي عمن به صمم ومنعوا إمامة الخناثا لذكر ومثلها الأناثا كذاك أمي بقارئ بطل فإنه بحرف ركنها أخل وقصره الصلاة شرطه الأدى ولا يكون بمتم اقتدى وكونه مفارقا لبلدته والعلم بالجواز عقد نيته مقرونة مع جزمها بالابتداء محترزا عن المنافي أبدا بسفر مرحلتين جائزي لا سفرة لمن عصى كناشري كناشزي خطأ بسفر مرحلتين جائزي. اجعلوا اصلحوا هذا ستجدون عندكم كناشري سقطت نقطة الزاي كناشزي صوابها كناشزي. بسفر مرحلتين جائزي لا سفرة لمن عصى كناشزي وكان في جميعها مسافرا وقصد موضع به بلم ترى وجمعة وجوبها قد استقر في كل مسلم مكلف ذكر حر ولو مستأجرا مهما يقم وذاك حيث كان ذا غير سقم وشرطها لصحة خمس أتت وقوعها وشرطها لصحة خمس أتت وقوعها بوقت ظهر قد ثبت كذا إقامة في خطة البناء لا في خيام لازما أو ضاعنا ولم تكن أخرى بها قد سبقت فالظهر في تأخر حتم ثبت ولم تكن أخرى بها قد سبقت فالظهر في تأخر حتم ثبت رابع ذا جماعة تقام في فالظهر في تأخر قد حتمت اجعلوا حتم ثبت بدلا منها قد حتمت بدلا من حتم ثبت اجعلوا قد حتمت هذه أفضل يعني أحسن في الأذن في السماع ولم تكن أخرى بها قد سبقت فالظهر في تأخر حتم ثبت قد حتمت ولم تكن أخرى بها قد سبقت فالظهر في تأخر قد حتمت رابع ذا جماعة تقام في الأربعين ذكرا ونيفي حرا كذا مكلفا مستوطنا إلا لحاجة يكون ضاعنا وخطبتان ركنها أن يحمدا مصليا على الحبيب أحمدا وموصيا للسامعين بالتقى نحو أطيعوا الله فيما حققا ورابع الأركان قرؤه بما يعد من آي الكتاب مفهما ثم الدعاء للمؤمنين آخرا واحذر أخي جزاف وصف الأمراء واشترطوا في الخطبتين للأثر قيامه كليهما إذا قدر ثم سماع أربعين كمله
وكونها بعد الزوال حاصلة مع الولى والستر والطهارة وجلسة بينهما خفيفة، وأن تكون باللسان العربي ولو خطيبا بين غير العربي. باب الصيام شرطه قد حقيقا، إسلامه تمييزه مع النقا عن المحيض في جميع يومه، واليوم كان قابلا لصومه. وللوجوب اشترطوا إسلامه إطاقة وصحة إقامة، تكليفه أركان صوم عدها، إمساك صائم بنية لها. تكليفه منصوبة تكليفه. وللوجوب اشترطوا إسلامه إقامة وصحة إقامة، تكليفه أركان صوم عدها، إمساك صائم بنية لها. شرائط في فرضه تحتم، تبيتها تعيينها وتجزم. نظمتها في جاوة الغربية، وذاك في دبوك عند قدمتي. أحمد ربي وأصلي أبدا، مسلما على الحبيب أحمدا. اللهم صلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متعاقبين إلى يوم أن نلقى الله. ابتدأت المنظومة بحمد ربنا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك اقتداء بالكتاب العزيز. وكذلك ابتدأت بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كل ما استحب فيه أن يبدأ بحمد ربنا سبحانه وتعالى يستحب فيه أن يبدأ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليه. ثم بينت الغرض من هذه المنظومة فقلت: وهذه منظومة قد احتوت فروع فقهنا التي تعجنت. وبهذا تعلم أن الفقه منقسم إلى قسمين، بهذا تعلم أن الفقه منقسم إلى قسمين: فقه هو فرض عين لا يسع مسلما أن يجهله، وفقه هو فرض كفاية. ففرض العين هو الفقه الذي تصحح به عبادتك، والفقه الذي لا يجوز لك ألا تتعلمه، لا يجوز لك أن تجهله. فيجب على كل مسلم أن يكون عالما بفقه الصلاة وفقه الصيام وفقه الطهارة وفقه الحج إذا أراد أن يحج ونحو ذلك، لأن عبادة المسلم لا تصح في هذه الحالة إلا بعلمه بهذا. أما إذا أقدم على العبادة وهو جاهل بفقهها ربما يقع في مبطل من مبطلات الصلاة، ربما يقع في ترك شرط من شروط الصلاة، ربما يترك ركنا من أركان الصلاة وهو لا يعلم. فعلمه بفقه الطهارة والصلاة والصيام ونحو ذلك من الفقه فرض العين الذي لا يجوز لمسلم أن يجهله. أما الفقه فرض الكفاية فهو سائر الأبواب التي لا يحتاجها كل الناس، وهذا إن قام به البعض سقط الإثم عن الكل، وإن فرط فيه الجميع أثم جميع المخاطبين به. إذن ليس كل فقه لا يجب على المسلم أن يدرسه. الفقه على قسمين: فقه هو فرض عين لا يجوز لمسلم أن يجهله، بل يجب على كل مسلم أن يكون عالما به، لأن عبادته وتقربه لله سبحانه وتعالى لا يصح إلا بالعلم به، كفقه الطهارة وفقه الصلاة وفقه الصيام ونحو ذلك. وفقه هو فرض كفاية إن قام به البعض سقط الإثم عن جميع المخاطبين به، وإن تركه الجميع آثم جميع المخاطبين به. ويدخل في الفقه الذي هو فرض العين فقه العبادات التي لا يحتاجه سائر الناس لكن هذا الفرد قد احتاجه. فلو أن رجلاً أراد أن يتاجر مثلاً، في هذه الحالة يجب عليه أن يتعلم فقه البيوع حتى لا يقع في البيوع المحرمة. فإذا أراد المرء أو إذا تلبس المرء بتجارة مثلاً يجب عليه أن يتعلم فقه البيوع ونحوها. إذا تزوج المرء يجب عليه أن يكون عالماً بالذي يلزمه في هذا الأمر، يجب عليه أن يكون عالماً بالأحكام التي تتعلق بهذه المسألة.
لذلك نص الأئمة عليهم رحمة الله على أنه يجب على الولي أن يعلم الصبي ما يلزمه في دينه، كأن يعلمه فقه الطهارة وفقه الصلاة وفقه الصوم إذا بلغ المبلغ الذي يستطيع فيه الصوم، وفقه الحج إذا أراد أن يحج به ونحو ذلك. إذن الفقه منقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. فرض عين لا يجوز لمسلم أن يجهله، وفرض كفاية إن قام به البعض سقط الإثم عن الجميع. لذلك قلنا في المنظومة، وهذه منظومة قد احتوت فروع فقهنا التي تعجنت، أي هذه المنظومة إنما هي في القسم الأول، إنما هي في فرض العين الذي لا يسع مسلما أن يجهله. لذلك هذه المنظومة إذا أراد الوالد مثلا أن يعلم ابنه شرائع الدين المتعجنة التي لا يجوز أن يكون الولد جاهلا بها، فهذه المنظومة تكون صالحة لذلك. قصرتها على العبادة التي تكثر كي تؤتى على بصيرتي. قصرت هذه المنظومة على ذكر أحكام العبادات التي تكثر، كأحكام الطهارة وأحكام الصلاة وأحكام صلاة الجماعة وأحكام صلاة المسافر وأحكام صلاة الجمعة. هذه الأحكام تتكرر كثيرا، لذلك ما جعلتها في كل فقه العبادات، وإنما جعلتها في العبادات التي تكثر حتى يأتي العبد العبادة على بصيرة، حتى يؤدي العبد العبادة على بصيرة. قصرتها على العبادة التي تكثر كي تؤتى على بصيرتي، في مذهب ابن شافعي لتتبع، أكرم به من تابع ومتبع. أي هذه المنظومة إنما هي على مذهب إمامنا الشافعي رضوان الله تعالى عليه، لتتبع أي لتتبع أحكامها على وفق ما قال الإمام ومحقق أصحابه. أكرم به من تابع ومتبع، أكرم بالشافعي رضي الله تعالى عنه، أكرم بالشافعي رضي الله تعالى عنه من تابع، أي تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتابع للسلف الصالح عليهم رضوان الله، ومتبع أي وهو أهل أن يتبع، ومتبع أي متبوع. أكرم به من تابع ومتبع، أي أكرم بالشافعي تابعا لرسول الله، وأكرم به متبعا، وأكرم به متبوعا. ثم شرعنا بعد ذلك في باب الطهارة، فقلنا باب الطهارة المياه قسموا إلى قليل وكثير يعلم. وقد دمجت تراجم الأبواب في الأبيات ليسهل على الطالب تمييز كل باب. تعرفون أن أهل العلم إنما يقسمون تصانيفهم إلى كتب، ويقسمون الكتب إلى أبواب، ويقسمون الأبواب إلى فصول، ويقسمون الفصول إلى مسائل، وذلك حتى ينشط طالب العلم في دراسة الكتاب. هذا يشبه السفر. لو أنك كنت مسافرا في طريق هكذا قطعة واحدة بلا لافتات تعلمك بالموضع الذي وصلت إليه، تمل نفسك من الطريق وتفتر. أما إذا مرت عليك لافتة تخبرك بأنك وصلت إلى بلدة كذا، ثم لافتة أخرى تخبرك بأنك انتهيت من هذه البلدة، ثم لافتة ثالثة تعلمك بالتي بعدها، ثم لافتة تخبرك بالذي بقي لك، يسهل عليك الطريق ولا تفتر نفسك. فهكذا صنع أهل العلم عليهم رحمة الله مع كتبهم، كانوا يقسمون التصانيف إلى كتب: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب صلاة الجماعة، كتاب الزكاة، كتاب الجنائز، كتاب الصيام، كتاب الحج، كتاب البيع، كتاب السلم، كتاب الإجارة، إلى غير ذلك.
فهكذا صنع أهل العلم عليهم رحمة الله لينشط طالب العلم في دراسة الكتاب ويميز بين أحكام الأبواب. باب الطهارة المياه قسموا. الطهارة إنما هي في العربية النظافة والخلوص من الأدناس، يقال طهر إذا تنظف وتخلص من الأدناس، إذا تنظف وتخلص من الأدناس، ويقال طهر وطهر وطهر، والأفصح من ذلك الفتح. طهر يجوز فيها لغات ثلاث، يجوز أن تقول طهر وطهر وطهر، والأفصح من ذلك الفتح، الأفصح في ذلك أن تقول طهر. فالطهارة في العربية النظافة والخلوص من الأدناس. أما الطهارة عند الفقهاء عليهم رحمة الله فهي رفع الحدث أو إزالة الخبث أو ما في معناهما وعلى صورتهما، هذا تعريف الطهارة عند الفقهاء عليهم رحمة الله، رفع الحدث أو إزالة الخبث أو ما في معناهما وعلى صورتهما. الحدث في العربية الشيء الحادث، أما في اصطلاح الفقهاء عليهم رحمة الله فهو أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، أمر اعتباري يقوم بالأعضاء. إذا قلنا فلان محدث، ما معنى قولنا فلان محدث؟ أي قام به أمر اعتباري، أي قام بأعضائه أمر اعتباري مانع من صحة الصلاة، لا يجوز له أن يصلي على هذه الحال. إذن الحدث أمر اعتباري يقوم بالأعضاء، يعني يقوم بأعضاء الإنسان. فإذا كان محدثا حدثا أكبر كالجنب أو الحائض فهذا إنما يقوم الحدث بجميع أعضائه، وإذا كان محدثا حدثا أصغر فهذا يقوم الحدث بأعضاء الوضوء فقط، أمر اعتباري. هذا تعريف الحدث عند الفقهاء، أمر اعتباري يقوم بالأعضاء، أي يقوم بأعضاء المتوضئ أي بأعضاء الوضوء وبجميع أعضاء الجنب ونحوه، أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة، أي هو مانع من أن تصح الصلاة مع وجوده، يمنع من صحة الصلاة طالما أن الإنسان محدث لا يجوز له أن يشرع في الصلاة، يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، أي إذا لم يوجد مرخص من الصلاة مع الحدث. ما هذا الذي يرخص الصلاة مع الحدث؟ قال أصحابنا عليهم رحمة الله وغيرهم فقدان الطهورين. إذا كان الرجل بمكان لا يجد فيه ماء ولا يجد به فيه ترابا، رجل محبوس في مكان مثلا وقد أحدث ولا يجد في هذا المكان ماء يتوضأ به ولا يجد ترابا يتيمم به، هذا الذي يفقد الماء ويفقد التراب يسميه الفقهاء عليهم رحمة الله فاقد الطهورين. والطهوران الماء والتراب، الماء والتراب، فهذا يسميه الفقهاء فاقد الطهورين. ماذا تقولون له معاشر الفقهاء؟ هل تقولون له لا تصلي وأنت فاقد للطهورين؟ لأن شرط صحة الصلاة الطهارة عن الحدث والنرس، أو تقولون له يجوز لك، يجب عليك أن تصلي على حالك لحرمة الوقت؟ هل تقولون له لا تصلي، أو تقولون له يجب عليك أن تصلي على حالك لحرمة الوقت؟ قال أصحابنا عليهم رحمة الله وغيرهم، جزاك الله خيرا، قال أصحابنا عليهم رحمة الله وغيرهم يجب عليك أن تصلي لحرمة الوقت، الوقت له حرمة لا يمر على المسلم الخالي عن الموانع دون أن يصلي، فلذلك قال يصلي على حاله لحرمة الوقت ثم يعيد بعد ذلك. طيب لماذا أمرتموه بالصلاة إذا كان سيعيد بعد ذلك؟ قالوا لأننا إنما أمرناه بالصلاة لحرمة الوقت لا للإجزاء،
فهذه ليست مجزئة عن الفرض، وإنما أداها لكي لا يمر عليه الوقت دون أن يصلي، وإنما أداها لكي لا يمر عليه الوقت دون أن يصلي. إذن نحن عرفنا هاهنا الطهارة، وعرفنا هاهنا الحدث، فقلنا الطهارة رفع الحدث أو إزالة النجس أو الخبث أو ما في معناهما وعلى صورتهما. طيب، لما عرفنا الطهارة ذكرنا بعض الألفاظ التي تحتاج إلى تعريف. قلنا رفع الحدث، طيب ما الحدث؟ الحدث في العربية الشيء الحادث، أما عند الفقهاء عليهم رحمة الله فهو أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. طيب، عرفنا تعريف الحدث، ما أنواع الحدث؟ الحدث عند الفقهاء عليهم رحمة الله منقسم إلى نوعين، حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر ما أوجب الوضوء، كل شيء قد أوجب على المرء أن يتوضأ فهذا حدث أصغر. والحدث الأكبر ما أوجب الغسل، ما أوجب الغسل، فمس الذكر مثلا أو مس الفرج هذا حدث أصغر موجب للوضوء، موجب للوضوء. وخروج شيء من أحد السبيلين هذا حدث أصغر لأنه موجب للوضوء. أما الحيض والنفاس والجنابة فهذا حدث أكبر لأنه موجب للغسل، فهذا حدث أكبر لأنه موجب للغسل. إذن الحدث منقسم إلى قسمين، حدث أصغر وحدث أكبر، حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر ما أوجب الوضوء كمس الذكر أو خروج شيء من السبيلين ونحو ذلك، الحدث الأصغر ما أوجب الوضوء. أما الحدث الأكبر فهو ما أوجب الغسل كالحيض والنفاس والجنابة ونحو ذلك. طيب، عرفنا تعريف الطهارة وتعريف الحدث. قلنا في تعريف الطهارة رفع الحدث أو إزالة النجس أو الخبث. ما معنى النجس؟ النجس إنما هو في العربية كل مستقذر، إنما هو في العربية كل مستقذر، سواء أكانت هذه النجاسة، سواء أكان هذا الاستقذار استقذارا حسيا أو استقذارا معنويا. استقذارا حسيا كالشيء المادي الذي يستقذر، واستقذارا معنويا كما لو كان هذا الشيء المستقذر ليس شيئا ماديا وإنما هو معنى، وإنما هو معنوي، كقول ربنا سبحانه وتعالى كاعتقاد المشركين، كاعتقاد المشركين الذي حكم ربنا عز وجل عليه بالنجاسة فقال إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس أي إنما اعتقاد المشركين نجس، والمراد هنا النجاسة المعنوية لا النجاسة الحسية. أما النجس عند الفقهاء عليهم رحمة الله فهو مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. مستقذر هذه تشمل كل ما تعافه الطباع السليمة، مستقذر أي كل ما تعافه الطباع السليمة يمنع من صحة الصلاة، أي هو مانع من أن يصلي المرء وهو متلبس به، سواء أكان متلبسا به في ثوبه أو متلبسا به في مكانه الذي يصلي فيه ونحو ذلك، أو كان متلبسا به في جسمه. مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، حيث لا مرخص هذا القيد يراد به إخراج صورة فاقد الماء، رجل محبوس في مكان لا يجد ما يغسل به النجاسة، هل نقول له لا تصلي أو نقول له صلي لحرمة الوقت؟ نقول له صلي على حالك لحرمة الوقت، نقول له صلي على حالك لحرمة الوقت. إذن الطهارة رفع الحدث أو إزالة النجس،
أو ما في معناهما وعلى صورتهما. لو قلنا رفع الحدث أو إزالة النجس وسكتنا لخرج من الطهارة من ما هو داخل فيها بلا ريب، كالغسلة الثانية والثالثة في الوضوء والوضوء المجدد والغسل المندوب ونحو ذلك. هذه الأشياء الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء ليس فيها رفع للحدث وليس فيها إزالة للخبث، كذلك الوضوء المجدد ليس فيه رفع للحدث وليس فيه إزالة للخبث، كذلك الغسل المندوب ليس فيه رفع للحدث وليس فيه إزالة للخبث، ومع ذلك نسميه طهارة مع أنه ليس فيه رفع للحدث وليس فيه إزالة للخبث. فزدنا هذا القيد ليدخل في الطهارة هذه الأشياء، يدخل في الطهارة هذه الأشياء. إذن الطهارة رفع الحدث أو إزالة النجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما. والنجس منقسم إلى ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة، ونجاسة متوسطة، ونجاسة مخففة. وستأتي هذه الأنواع معنا إن شاء الله في كتاب الطهارة. قلنا باب الطهارة المياه قسم إلى قليل وكثير يعلم. أول ما نبدأ به في باب الطهارة الكلام عن المياه، ذلك أنك إنما ترفع الحدث أو تزيل الخبث بالماء، فلا بد أن نفصل لك بين الماء الذي يجوز أن تتطهر به والماء الذي لا يجوز أن تتطهر به، لا يجوز لك أن تتطهر به، لا يجزئك أن تتطهر به. أصحابنا عليهم رحمة الله إنما يقسمون الماء إلى قسمين: ماء قليل وماء كثير. وحد الماء الكثير بأنه ما كان بالغا لقلتين فأكثر، الماء الكثير ما كان بالغا لقلتين فأكثر. والقلتان 500 رطل بغدادي. طيب، هذه تقادير قديمة ربما لا يدركها أكثر الناس الآن، كيف نعرف ذلك بالتقدير المعاصر؟ هذا يساوي بالتقدير المعاصر 193 لترا، هذا يساوي بالتقدير المعاصر 193 لترا. إذن الماء عند الشافعية عليهم رحمة الله من حيث قبول النجاسة وعدمه منقسم إلى قسمين: ماء قليل وماء كثير. الماء الكثير هو الماء البالغ لقلتين، والقلتان إنما أخذها الشافعي رضي الله تعالى عنه من حديث عبد الله بن عمر، إنما أخذ الشافعي رضي الله تعالى عنه هذا التقدير من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب، القلتان المرادتان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أصحابنا عليهم رحمة الله: المراد قلال هجر. قلال هجر، هجر بلدة قرب المدينة، بلدة قرب المدينة كانت تصنع فيها هذه القلال، وكان يقال قلال هجر. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قلتين انصرفت الأذهان إلى قلال هجر. الإشكال أن كثيرا من الناس لا يعرف مقدار قلال هجر، فتتبع الشافعي رضي الله تعالى عنه مقدار قلال هجر، مقدار قلال هجر، فقال: سألت عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن قلال هجر، فقال لي: رأيت قلال هجر والقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا. رأيت قلال هجر
والقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا. والقربة إنما هي ألف، إنما هي مئة رطل، والقربة الواحدة إنما هي مئة رطل. فإذا كانت القربة مئة رطل فتكون القلال خمسمائة رطل، فتكون القلال خمسمائة رطل. عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج يقول: رأيت قلال هجر والقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا. طيب، قربتين أو قربتين وشيئا، إذا أردنا أن نقدر كلمة شيئا بالاحتياط، هذا قدره الشافعي بالنصف، فجعل القلة قربتين ونصف، إذن تكون القلتان خمس قرب، والقربة مئة رطل، إذن تكون القلتان خمسمائة رطل بغدادي. وهذا إنما هو على التقريب لا على التحديد، فلا يضر نقص رطل أو رطلين ونحو ذلك، لا يضر نقص رطل أو رطلين ونحو ذلك. إذن من أين أخذ الشافعي رضي الله تعالى عنه التفريق بين الماء القليل والماء الكثير؟ أخذه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فبإعمال مفهوم المخالفة في هذا الحديث، إذا لم يبلغ الماء قلتين حمل الخبث، إذا لم يبلغ الماء قلتين حمل الخبث. فاستدل الشافعي رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث على أن الماء إذا كان دون القلتين أي نجس يقع فيه ينجسه، ولو لم نلحظ في الماء تغيرا. يعني هذا الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولو قلت تنجسه أو لا؟ قال الشافعي: تنجسه. لما؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فإذا لم يبلغ الماء قلتين حمل الخبث، وهذا الماء غير بالغ لقلتين، فدل ذلك على أنه إذا وقع فيه أي نجس أثر فيه ونجسه، أثر فيه ونجسه. أما إذا كان الماء بالغا لقلتين فأكثر، فهذا قوي، هذا لا يتأثر بالنجاسة على الأصل إلا إذا رأينا فيه أمارة التغير، إلا إذا رأينا فيه أمارة التغير، كأن وجدنا فيه تغيرا في ريحه، أو تغيرا في طعمه، أو تغيرا في لونه، في هذه الحالة نحكم عليه بالنجاسة. إذن ما المعيار الذي يجعلك تحكم على الماء بأنه تنجس؟ إذا كان عندك ماء، يعني إذا كان عندك ماء ووقعت فيه نجاسة، متى تحكم بالتنجس ومتى لا تحكم بالتنجس؟ إذا كان هذا الماء دون القلتين، يعني دون هذا الحد المذكور الذي ذكرناه، فإنك تحكم بالتنجس بمجرد وقوع النجس فيه. لو كان عندك دلو ماء فيه ماء قليل فوقعت فيه نجاسة ولو قلت، نحكم على هذا الماء بالنجاسة عملا بمفهوم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. أما إذا كان الماء الذي عندك ماء كثيرا بالغا لقلتين فإنك لا تحكم بالتنجس إلا إذا ظهرت أمارة التنجس، إلا إذا وجدت أمارة التنجس، كأن وجدت فيه تغيرا في ريحه، أو تغيرا في طعمه، تغيرا لطعم النجاسة، أو تغيرا لريح النجاسة، أو تغيرا للون النجاسة. في هذه الحالة الأصل أنك لا تحكم بالتنجس إلا إذا وجدت هذه الأمارة، فتحكم بالتنجس بناء على هذه الأمارة. تحكم
فأحكم بالتنجس بناء على هذه الأمارة. قلنا باب الطهارة المياه قسموا إلى قليل وكثير يعلم. يعلم أي هذا يعلم من قبل الشارع، ولم يترك ربنا سبحانه وتعالى لأذواق الناس وأعرافهم واختلاف تقاديرهم، لأنك ربما ترى الماء تقول إني أرى أن هذا الماء ماء قليل، وأقول لك إني أرى أن هذا الماء ماء كثير، فلو تركنا الأمر لأعراف الناس ما استقام. فحده رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وجاء عندنا حديث آخر في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء، أي الأصل في الماء أنه طهور لا ينجسه شيء. وفي رواية ضعيفة وقع عليها الإجماع إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه، هذه الرواية ضعيفة باتفاق المحدثين، لكن معناها وقع عليه الإجماع أن الماء إذا وجدنا فيه تغيرا فإننا نحكم بتنجسه، فإننا نحكم بتنجسه. إذن حاصل مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه أن الماء منقسم إلى قليل وكثير، القليل ما دون القلتين، وهذا إذا وقعت فيه نجاسة ولو قلت نجست ولو لم نرى التغير، أما إذا كان الماء كثيرا فإننا لا نحكم بتنجسه إذا وقعت فيه نجاسة إلا إذا وجدنا تغيرا. باب الطهارة المياه قسموا إلى قليل وكثير يعلم. كثير ماء قلتان ثم ماء دونهما فعده قليل ماء. كثير الماء إنما هو ما كان قلتين فأكثر، ثم ما دونهما، ثم ما دون القلتين فعده قليل ماء. قليل ماء يعني قليل ماء، قليل ماء يعني قليل ماء. وينجس القليل إذ يقع خبث فيه ولو بلا تغير حدث. القليل يتنجس إذا وقع فيه الخبث، يعني إذا وقعت فيه النجاسة. وينجس القليل إذ يقع خبث فيه ولو بلا تغير حدث، مجرد وقوع النجاسة في الماء القليل يؤدي إلى تنجسه، وإن لم نرى تغيرا قد حدث في الماء، وإن لم نرى تغيرا قد حدث في الماء، سواء أكان تغير طعم أو لون أو ريح. وينجس القليل إذ يقع خبث فيه ولو بلا تغير حدث. وينجس الكثير إذ يكن طرى عليه من منجس فغجر. متى نحكم بنجاسة الكثير؟ نحكم بنجاسة الكثير إذ يكن قد طرأ عليه منجس فغجره، يعني شيء نجس فغجره. إذن القليل لا نحكم بتنجسه بمجرد وقوع النجاسة، لكن الكثير لا نحكم بتنجسه بمجرد وقوع النجاسة، بل برؤية تغير في الماء، بوجود تغير في الماء كتغير طعم أو لون أو ريح. إذن عرفنا الآن أقسام المياه عند الشافعي رضي الله تعالى عنه، أي أقسام المياه من حيث قبول النجاسة من عدمه. ثم شرعنا بعد ذلك في باب الاستنجاء، وذكرنا شروطه، فقلنا والشروط للاستنجاء إذ يكن حصل بحجر ثلاثة تلقي المحل، ولا يجف خارج ولا انتقل، ولم يجاوز صفحة ولم يبل، ولم يكن عليه شيء قد طرى، وكونه من حجر قد طهر. والشروط للاستنجاء إذ يكن حصل بحجر ثلاثة تلقي المحل. الاستنجاء
وإزالة الخارج الملوث عن الفرج بماء أو حجر، إزالة الخارج الملوث عن الفرج بماء أو حجر. ذكرنا هاهنا شروط الاستنجاء بالماء، معذرة، ذكرنا هاهنا شروط الاستنجاء بالحجر، فقلنا وشروط للاستنجاء إن يكن حصل بحجر. أي الشروط لصحة الاستنجاء إن يكن حاصلا بالحجر، إن يكن الاستنجاء بالحجر فالشروط له هذه الشروط، ولا يصح إذا تخلف شرط من هذه الشروط. أول هذه الشروط أن يكون الاستنجاء بثلاثة أحجار، والشروط للاستنجاء إن يكن حصل بحجر ثلاثة تنقي المحل، أي ثلاثة أحجار. فيشترط أن يكون الاستنجاء بثلاثة أحجار، وذلك لقول سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وليس المراد هاهنا عدد الأحجار، بل المراد عدد المساحات. فلو أن رجلاً مسح بحجر واحد له أطراف ثلاثة بكل طرف مسحة أجزأه ذلك، أجزأه ذلك. إذن المراد أن يكون المسح بثلاثة أحجار، المراد أن يكون المسح بثلاثة أحجار، معذرة، المراد أن يكون المسح بثلاث مساحات، سواء أكان ذلك بحجر واحد يمسح بكل طرف منه مسحة أو كان ذلك بثلاثة أحجار، أو كان ذلك بثلاثة أحجار. والشروط للاستنجاء إن يكن حصل بحجر ثلاثة تنقي المحل، بحجر إن يكن الاستنجاء حاصلا بالحجر فالشروط له هذه الشروط الثلاثة، ثلاثة تنقي المحل. أي يشترط لصحة الاستنجاء الإنقاء، اشترطوا لصحة الاستنجاء الإنقاء، فإذا لم يحصل الإنقاء لا يصح الاستنجاء، إذا لم يحصل الإنقاء لم يصح الاستنجاء. وهذا يدلك على أنه إذا لم يحصل الإنقاء بثلاثة من الأحجار أو بثلاثة من المساحات يزيد رابعة، وإذا لم يحصل الإنقاء بالرابعة يزيد خامسة إلى أن يحصل الإنقاء، إلى أن يحصل الإنقاء. وشروط للاستنجاء إن يكن حصل بحجر ثلاثة تنقي المحل، ولا يجف خارج ولا انتقل ولم يجاوز صفحة ولم يبل. ولا يجف خارج، أي يشترط في صحة الاستنجاء ألا يجف الخارج، أي الخارج من الفرج، فإن جف الخارج تعجن فيه الماء، لم يجز فيه إلا استعمال الماء. فشرط صحة الاستنجاء بالحجر ألا يجف الخارج، فإن جف الخارج تعجن فيه الماء. ولا يجف خارج ولا انتقل، أي ولم يكن هذا الخارج قد انتقل عن الموضع الذي خرج إليه واستقر فيه. ولا انتقل، أي ولم يكن هذا الخارج قد انتقل عن الموضع الذي خرج إليه واستقر فيه. فإن كان قد انتقل عن هذا الموضع تعجن فيه الماء، لأن الشارع إنما جوز إزالة النجاسة بالحجر في هذا الموضع المخصوص، هذه رخصة من الشارع على خلاف الأصل، جوز الشارع أن تزال النجاسة بالحجر في هذا الموضع المخصوص، ولا يتجاوز بالرخصة موضعها، ولا يتجاوز بالرخصة ما وردت فيه. ولا يجف خارج ولا انتقل ولم يجاوز صفحة ولم يبل. ولم يجاوز صفحة، الصفحة ما ينضم من الأليين عند القيام، الصفحة ما ينضم من الأليين عند القيام. اشترطوا ألا يجاوز صفحته، اشترطوا ألا يجاوز صفحته، فإن جاوز صفحته
تعجن فيه الماء، تعجن فيه الماء، لأنه قد جاوز موضع الرخصة ولم يجاوز صفحة، كذلك لم يجاوز حشفة، فإذا جاوز الحشفة تعين فيه الماء، فإذا جاوز الحشفة تعين فيه الماء، ولم يجاوز صفحة ولم يبل، كذلك يشترط ألا يكون الخارج قد أصابه بلل، كذلك يشترط ألا يكون الخارج قد أصابه البلل، فإذا كان الخارج قد أصابه البلل فلا يجوز فيه الحجر بل يتعجن فيه الماء. ومن ذلك تعلم أن الذي يستنجي بمنديل مثلا، تعرفون المنديل، أن الذي يستنجي بمنديل مثلا إذا ابتل المنديل، إذا كان هذا المنديل مبتلا فإنه لا يجوز أن يستنجي به، إذا كان هذا المنديل مبتلا فإنه لا يجوز أن يستنجي به، وإذا كان الحجر مبتلا فإنه لا يجوز أن يستنجي به، لأن هذا الماء إذا وصل إلى الخارج، إذا أراد أن يمسح به الخارج تنجس الماء بنجاسة الخارج، فلم يصلح بعد ذلك لتطهير الخارج أو لتطهير الموضع. إذن يشترط ألا يكون الحجر مبتلا، يشترط ألا يكون الحجر مبتلا. ولا يجف خارج ولا انتقل ولم يجاوز صفحة ولم يبل ولم يكن عليه شيء قد طرى وكونه من حجر قد طهر. ولم يكن عليه شيء قد طرى يعني لم يكن هذا الخارج قد اختلط بأجنبي، فلو أن هذا الخارج قد نزل عليه دم مثلا، لو أن رجلا كان يبول ثم نزل دم من شفته على حشفته فاختلط بالبول الذي على رأس حشفته، الذي على حشفته، هل يجزي استعمال الحجر في هذه الصورة؟ قال أصحابنا عليهم رحمة الله لا يجزي استعمال الحجر في هذه الصورة. لما؟ لأن هذا الخارج قد اختلط بأجنبي، لأن هذا الخارج قد اختلط بأجنبي، والرخصة إنما وردت في هذا الخارج لا في هذا الأجنبي الذي اختلط به، فلا يجوز أن يستنجى بالحجر في ذلك، لأن الرخصة لا يتعدى بها ما وردت فيه، لأن الرخصة لا يتعدى بها ما وردت فيه. هذا الحجر إنما شرعه ربنا عز وجل رخصة لهذا الخارج من هذا الموضع المخصوص، فلا يجزئ أن يستعمل في أجنبي آخر، في أجنبي آخر كالدم مثلا، ذلك الدم الذي نزل من شفته إلى حشفته فاختلط ببوله، فلا يجزئ فيه الحجر، فلا يجزئ فيه الحجر. ولم يكن عليه شيء قد طرى وكونه من حجر قد طهر، وكونه من حجر قد طهر يعني وكون الاستنجاء بحجر طاهر، وكون الاستنجاء بحجر طاهر، فلا يجوز الاستنجاء بحجر نجس ولا متنجس، فلا يجوز الاستنجاء بحجر نجس ولا متنجس. وهذا يدلك على أنه إذا كان المنديل متنجسا فلا يجوز أن يستنجي به. طيب، هل الفقهاء لما وردت عندهم النصوص التي جوز فيها الشارع للمرء أن يستنجي بالحجر قصروا الأمر على الحجر فقط أو قاسوا على الحجر ما كان في معنى الحجر؟ قالوا بل نقيس على الحجر ما كان في معنى الحجر، نقيس على الحجر ما كان في معنى الحجر، فكل جامد طاهر قالع غير محترم مقيس على الحجر، كل جامد طاهر قالع غير محترم. فخرج بقولنا كل جامد سائر المائعات، سائر المائعات إلا الماء، الماء يجزئ في الاستنجاء لكن غير الماء من المائعات لا يجزئ في الاستنجاء. هل يجزئ الاستنجاء
بالشاي مثلا هذا مائع، لا يجزئ الاستنجاء بالشاي، لا يجزئ الاستنجاء بالنسكافيه مثلا، لا يجزئ الاستنجاء بهذا. هو مائع طاهر أو لا؟ مائع طاهر، لكننا نشترط في المقيس على الحجر أن يكون جامدا طاهرا قالعا غير محترم. إذن كل جامد طاهر قالع غير محترم مقيس على الحجر. جامد خرج به سائر المائعات إلا الماء، طاهر خرج به النجس، فلا يجوز الاستنجاء بجامد نجس ولا متنجس، فلا يجوز الاستنجاء بجامد نجس ولا متنجس. كذلك قالع، قالع يعني من شأنه أن يقلع النجاسة، من شأنه أن يقلع النجاسة، لأن بعض الأشياء الجامدة تبسط النجاسة ولا تقلعها، فهذه لا يجوز الاستنجاء بها، إنما يجوز الاستنجاء بالجامد القالع، إنما يجوز الاستنجاء بالجامد القالع. كل طاهر جامد، كل جامد طاهر قالع غير محترم خرج بذلك المحترم، كأوراق المصحف مثلا، أو كرقعة قد كتب عليها شيء من القرآن، أو كتب عليها شيء من حديث رسول الله، هذا حرام، هذا لا يجوز الاستنجاء به. كقطعة، كرقعة كتب عليها شيء من القرآن أو من حديث رسول الله أو من العلوم المحترمة كالفقه وغيره، كالفقه والتفسير وغيره. أو مطعوم الآدمي، مطعوم الآدمي محترم لا يجوز أن يستنجى به، مطعوم الآدمي محترم لا يجوز أن يستنجى به. الدريان، لو أن رجلا أراد أن يستنجي بالدريان هل يجزئ هذا؟ هل يجوز هذا؟ لا يجوز هذا، لا يجوز هذا. إذن يقاس على الحجر كل جامد طاهر قالع غير محترم، يقاس على الحجر كل جامد طاهر قالع غير محترم. وهذا يدلك على أن المنديل يجوز الاستنجاء به، لأنه جامد طاهر قالع غير محترم. قطعة القماش يجوز الاستنجاء بها، لأنها من الجامد الطاهر القالع غير المحترم. بعد أن تم الكلام على باب الاستنجاء، شرعنا في الكلام عن الوضوء، وللوضوء شروط وأركان ونواقض، إذا تخلف شرط من شروط الوضوء بطل، وإذا تخلف ركن من أركان الوضوء بطل، وإذا وجد ناقض من نواقض الوضوء بطل. هذا ينبغي أن يعلمه كل مسلم حتى يحترز عن إبطال وضوئه. الوضوء يعرفه الفقهاء عليهم رحمة الله بأنه أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة، أفعال مخصوصة مبدوءة بالنية. الوضوء يعرفه الفقهاء عليهم رحمة الله بأنه أفعال مخصوصة مبدوءة بالنية، مبدوءة بالنية. وقد شرعنا في ذكر شروطه، فقلنا شرط الوضوء عشرة فحققا، شرط الوضوء عشرة فحققا، إسلامه تمييزه مع النقاء، إسلامه تمييزه ثم النقاء، عن المحيض والنفاس مع عدم، مغجر وحائل يحول ثم. شرط الوضوء عشرة فحققا، شروط الوضوء عشرة، إسلامه تمييزه ثم النقاء. إسلامه أي شرط الوضوء الإسلام، فلا يصح الوضوء من كافر، لأن الكافر ليس من أهل العبادة، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ف
فربنا عز وجل لا يقبل عبادة الكافر حتى يأتي بشرطها، وشرط صحة العبادة الإسلام. فأول شرط من شروط صحة الوضوء الإسلام. كذلك يشترط في صحة الوضوء التمييز، فلا يصح الوضوء من غير مميز، فلا يصح الوضوء من غير مميز. شرط الوضوء عشرة، فحقق إسلامه تمييزه ثم النقاء عن المحيض والنفاس. الشرط الثالث من شروط صحة الوضوء النقاء عن الحيض والنفاس، فالحيض والنفاس يمنعان صحة الوضوء. المرأة الحائض والمرأة النفساء ممنوعتان من الوضوء، لا تتوضأ إلا إذا طهرت وأرادت نحو الصلاة، إلا إذا طهرت وأرادت نحو الصلاة. طبعا بمجرد الطهارة يجوز لها الاغتسال والوضوء ونحو ذلك، بخلاف الغسل. النقاء عن الحيض والنفاس يجوز في غسل المرأة الحائض في أحوال، فمنها مثلا أغسال الحج. قالوا لو أن امرأة حائض أرادت أن تحرم بالحج، هل يصح إحرامها بالحج مع تلبسها بالحيض؟ قالوا يصح إحرامها بالحج مع تلبسها بالحيض. هناك عبادات في الحج لا تصح للحائض كالطواف. الطواف لا يجوز للحائض، شرط صحة الطواف الطهارة، فهي يمكن أن تحرم حال كونها حائضة وتنتظر إلى أن تطهر ثم تطوف. فأغسال الحج مستثناة من ذلك، يجوز للمرأة الحائض أن تغتسل للإحرام، أي أن تغتسل الغسل المندوب المستحب للإحرام. إذن الشرط الثالث من شروط صحة الوضوء النقاء عن الحيض والنفاس. أنا عندي سؤال أريد أن أسأله منذ أن جلسنا، لماذا تجلسون بعيدا؟ لماذا لا تقتربون؟ يعني عندنا حديث في الجمعة، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغ كان له أجر سنة صيامها وقيامها. فهذا يدلك على أن الدنو من الإمام، على أن القرب من الإمام في أفضل. إذن ثم النقاء، يعني ثم النقاء عن الحيض والنفاس، ثم النقاء عن الحيض والنفاس. الحائض والنفساء ممنوعة من الوضوء، لا يجوز للحائض والنفساء الوضوء إلا إذا انقطع حيضها واغتسلت، إلا إذا انقطع حيضها واغتسلت. شرط الوضوء عشرة، فحقق إسلامه تمييزه ثم النقاء عن المحيض والنفاس مع عدم مغجر وحائل يحول ثم. الشرط الرابع من شروط الوضوء عدم المغجر، يعني عدم ما يغجر الماء، ما يغجر الماء تغجرا ضارا. ربما يكون على عضو المتوضئ شيء من شأنه أن يغجر الماء تغجرا ضارا. ما معنى قولنا يغجر الماء تغجرا ضارا؟ يعني ينقل الماء من الطهورية إلى الطاهرية، ينقل الماء من وصف الطهور إلى وصف الطاهر. يعني لو أن رجلا على يده حبر كثير فأجرى على يده في الوضوء ماء قليلا، فلما اختلط الماء بالحبر لم يعد اسمه ماء، وإنما صار كأنه حبر مخفف من كثرة الحبر وقلة الماء. فيشترط ألا يكون على العضو عدم المغجر، عدم مغجر، يعني يشترط ألا يكون على العضو مغجر ينقل الماء من الطهورية إلى الطهورية، ينزع عنه صفة الطهورية، كهذا الحبر الذي يغير الماء تغجرا ضارا. أما إذا كان يغير الماء تغجرا بسيطا قليلا فإنه لا يضر.
أما إذا كان يغير الماء تغيراً بسيطاً، تغيراً خفيفاً، تغيراً قليلاً، فإنه لا يضر، فإنه لا يضر. شرط الوضوء 10 فحققا: إسلامه، تمييزه، ثم النقاء عن المحيض والنفاس مع عدم مغجر وحائل يحول ثم. يشترط ألا يكون على البشرة حائل يحول بينها وبين الماء، يشترط ألا يكون على البشرة حائل يحول بينها وبين الماء، كهذا الطلاء، طلاء الأظافر الذي تضعه بعض النساء. هذا الطلاء يمنع الماء من أن يصل إلى البشرة، هذا الطلاء يمنع الماء من أن يصل إلى البشرة. طيب، هي تحتاج أن تغسل يديها في الوضوء، تحتاج أن تغسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء. طيب، هذا الطلاء منع الماء من أن يصل إلى الأظافر، ففي هذه الحالة لا يصح الوضوء مع وجوده، لا يصح الوضوء مع وجوده. يجب على المرأة إذا أرادت أن تتوضأ أن تزيل هذا الطلاء، يجب على المرأة إذا أرادت أن تتوضأ أن تزيل هذا الطلاء. كذلك إذا وضعت طلاء الأظافر في رجليها، يجب على المرأة إذا أرادت أن تتوضأ أن تزيل هذا الطلاء. طيب، ماذا تفعل المرأة إذا نسيت أن على يديها طلاء الأظافر ثم ما تذكرت إلا بعد الوضوء؟ ماذا تفعل في هذه الحالة؟ ترجع إلى وضوئها فتغسل يديها مرة أخرى إلى المرفقين، ثم تمسح برأسها، ثم تغسل رجليها. طيب، لماذا لم نوجب عليها أن تعيد الوضوء من أوله؟ لأن الموالاة عندنا ليست ركناً من أركان الوضوء. الركن عندنا الترتيب مع أركان الخمسة الأخرى. فقلنا لها: يجب عليك أن تعودي إلى الوضوء فتغسلين يديك مرة أخرى بعد إزالة طلاء الأظافر، وتمسحين برأسك، وتغسلين رجليك إلى الكعبين. لأن الذي تحصل من وضوئك السابق، الذي حصل من وضوئك السابق، إنما هو غسل الوجه فقط، غسل الوجه فقط، لكن بعد ذلك غسلت يديك وأظافرك لم يصل لها الماء لوجود طلاء الأظافر، فيجب عليك أن توصلي الماء إلى هذه الأظافر. إذن إذا وجدت المرأة، إذا كانت المرأة قد وضعت على أظافرها طلاء الأظافر على يديها مثلا، إذا أرادت أن تتوضأ يجب عليها أن تزيل هذا الطلاء، لأنه يمنع من أن يصل الماء إلى البشرة. طيب، إذا فوجئت بوجود طلاء الأظافر، إذا نسيت أن تزيله وتوضأت ثم ما تذكرت ذلك إلا بعد الوضوء، ماذا تفعل؟ ترجع إلى وضوئها فتزيل طلاء الأظافر، ثم تغسل الموضع الذي لم يصبه الماء من يديها، ثم تمسح برأسها، ثم تغسل رجليها إلى الكعبين. لأن مسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين لم يعتد بهما في الوضوء السابق، لأنه لا يرتفع حدث الرأس إلا إذا ارتفع حدث اليدين، لأنه لا يرتفع حدث الرأس والرجلين إلا إذا ارتفع حدث اليدين، وهي لم ترفع حدث اليدين، فوجب أن تغسل الموضع الذي لم يصبه الماء الذي كان طلاء الأظافر يغطيه، ثم تمسح برأسها وتغسل رجليها. طيب، إذا كان طلاء الأظافر في رجليها فقط، إذا كان طلاء الأظافر في رجليها فقط وما تذكرت ذلك إلا بعد انتهاء الوضوء، ماذا تفعل؟ تزيل طلاء الأظافر ثم تغسل الموضع الذي لم يصبه الماء فقط، تغسل الموضع الذي كان طلاء الأظافر يغطيه فقط.
الموالاة عندنا ليست بشرط. سيأتي الكلام عن الموالاة بعد ساعة ساعتين. المهم أن وضوءها لم ينتقض. ما في إشكال. ما في حد. طالما أنها ما زالت بوضوئها تفعل ذلك. طالما أنها ما زالت بوضوئها تفعل ذلك. لكن محل هذا الذي قلناه فيما إذا كانت الموالاة ليست واجبة عليها. يعني هذا فيما إذا كانت الموالاة ليست واجبة عليها، لكن إذا كانت الموالاة واجبة عليها كالمرأة المستحاضة، هذه الموالاة في حقها واجبة، فهذه تعيد الوضوء من أوله. تعيد الوضوء من أوله. شرط الوضوء عشرة فحقق: إسلامه، تمييزه، ثم النقاء عن المحيض والنفاس مع عدم مغجر وحائل يحول ثم. كذلك يأخذ هذا الحكم، هذا الطلاء. تعرفون هذا الطلاء الأبيض الذي يدهن به المسجد؟ الشخص الذي يعمل في ذلك ربما يكون على يده بعض هذا الطلاء الذي يمنع من أن يصل الماء إلى البشرة. ينبغي أن يزيله كذلك، ينبغي أن يزيله كذلك حتى يصل الماء إلى البشرة. شرط الوضوء عشرة فحقق: إسلامه، تمييزه، ثم النقاء عن المحيض والنفاس مع عدم مغجر وحائل يحول ثم، وعلمه فرضية من غير ظن، فرض محتم به من السنن. ويشترط كذلك أن يكون عالما بفرضية الوضوء، فإذا كان يظن الوضوء سنة، الوضوء واجب للصلاة، فإذا كان يظن الوضوء سنة، إذا اعتقد أن الوضوء سنة لا يصح وضوءه، إذا اعتقد أن الوضوء سنة لا يصح وضوءه. فيشترط في صحة الوضوء العلم بفرضية الوضوء، يعني العلم بكون الوضوء فرضا، العلم بكون الوضوء فرضا، وعلمه فرضية من غير ظن، فرض محتم به من السنن. يعني يشترط ألا يظن أن فرضا من فروض الوضوء سنة. فلو أن رجلا ظن أن مسح الرأس، مسح بعض الرأس سنة، بطل وضوءه. لو أن رجلا ظن أن غسل الوجه سنة، بطل وضوءه. لو أن رجلا ظن أن غسل الرجلين إلى الكعبين سنة، بطل وضوءه. يشترط ألا يعتقد أن فرضا من فروض الوضوء سنة. يشترط ألا يعتقد أن فرضا من فروض الوضوء سنة. وعلمه فرضية من غير ظن، فرض محتم به من السنن. كذا الطهور ثم ها هنا رمس، الوقت والولال دائم الحدث. كذا الطهور ثم ها هنا رمس، الوقت والولال دائم الحدث. كذلك يشترط في صحة الوضوء الماء الطهور، يعني وجود الماء الطهور. طيب هل يشترط أن تكون على يقين من أن هذا الماء ماء طهور؟ لا يشترط ذلك، يكفي في ذلك الظن. يعني لو أن رجلا كان عنده إناءان، هذان الإناءان فيهما ماء، يعلم أن أحد هذين الإناءين فيه ماء طهور والآخر فيه ماء نجس، لكنه لا يميز الطهور منهما من النجس، ويقول لك أنا على يقين أن أحد هذين الإناءين فيه ماء طهور، ماؤه ماء طهور، والآخر ماؤه ماء نجس، لكن أيهما الطهور وأيهما النجس لا يدري. في هذه الحالة ماذا نقول له؟ نقول له اجتهد في تمييز الطهور من النجس. تجتهد عن طريق النظر في تغير اللون، ربما تجد هذا لونه، ربما تجد أن هذا لونه متغير إلى لون النجاسة وهذا لونه ليس متغجرا، ربما تجد أن هذا ريحه متنجس إلى ريح النجاسة وهذا ليس متغجرا،
فتجتهد في تحديد الطهور من النجس. طيب، اعتقادك أن هذا الماء ماء طهور، الماء الذي على اليمين مثلا ماء طهور، وأن هذا الماء الذي على اليسار ماء نجس، هذا يقين أو ظن؟ هذا ظن ليس يقينا، هذا ظن وليس يقينا، فيجزئ أن يستعمل الماء الطهور ولو بالظن، ولو بالظن. تعرفون، أنا إن كنت متأكدا من الشيء 100% نسمي هذا يقين، لكن لو كنت متأكد بنسبة 70% 60% 80% هذا يسمى ظن. طيب 50% أنا لا أدري، هذا يسمى شك. طيب تحت 50% 40% 30% 20% هذا يسمى وهم. عندنا يقين، ظن، شك، وهم. اليقين 100%. تقولون، أسألكم، هل تحضرون درس الإبريز نظم المذهب الوجيز الآن أو لا؟ تقولون نعم. أنتم على شك من ذلك أو متيقنون؟ هذا يقين، متيقنون. لكن أنت الآن تجلس ولا تدري زميلك الذي قال لك سأتي غدا أتى أو لا، لكن كأنه أتى، يعني أنت يغلب على ظنك أنه أتى بنسبة 70% أتى، هذا يسمى ظن. طيب أنت متردد 50% 50%، هذا شك. طب أقل من 50% هذا وهم. كذا الطهور ثم هاهنا رمث. رمث في العربية يعني مزية. أقول لزيد رمث على زملائه، يعني مزية، كأن يكون أكثر اجتهادا من زملائه، أو طويلا، أو هو طويل أطول من زملائه، أو قصير، أو نحو ذلك. كذا الطهور ثم هاهنا رمث، يعني مزية. الوقت والولال دائم الحدث. دائم الحدث يزيد على سائر الناس بشرطين: دخول الوقت والموالاة. دخول الوقت والموالاة. دخول الوقت لأن صلاته، لأن طهارته طهارة ضرورة، ولا ضرورة قبل دخول وقت الصلاة، فلذلك لا يصح أن يتطهر دائم الحدث، يعني الذي به حدث ينزل بلا إرادة من، كصاحب سلس البول، صاحب سلس المذي، صاحب المرأة المستحاضة، أي التي جاوز دمها 15 يوما، هذا يسمى بدائم الحدث. هذا يشترط في حقه شرطان آخران: الوقت، دخول الوقت لأن طهارته طهارة ضرورة، ولا ضرورة قبل دخول وقت الصلاة. والولاء، الولاء يعني الموالاة، الولاء يعني الموالاة، يعني المتابعة، أن يتابع بين استنجائه وبين استنجائه ووضوئه، وبين أفعال الوضوء، وبين الوضوء والصلاة. استنجي ثم يتوضأ ثم يصلي مباشرة، لا يتراخى في ذلك. كذا الطهور ثم هاهنا رمث، الوقت والولال دائم الحدث. ثم شرعنا بعد ذلك في فروض الوضوء، ثم شرعنا بعد ذلك في فروض الوضوء. يا شيخ أمير، الاستراحة متى؟ حتى لا أشق عليكم، وستجدوني إن شاء الله من الصابرين. الساعة 11. جيد. ثم شرعنا بعد ذلك في فروض الوضوء، فقلنا: والفرض غسل وجهه بنية مسح يد مع مرفق وسلعة، ومسح بعض رأسه، واستوعبي رجليك مع كعب بغسل رتبي.
هذه فروض الوضوء الستة. وفروض الوضوء مردها كلها تقريبا إلى كتاب الله سبحانه. فالنية يستدل لفرضيتها بقول ربنا سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والأركان الباقية يستدل لها بآية الوضوء، يستدل لها بقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فربنا عز وجل ذكر في هذه الآية أربعة أركان على جهة الصراحة: غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين. وأخذ الشافعية الترتيب من الآية أيضا، فقالوا: ربنا عز وجل فصل بين المغسولات بممسوح. ربنا عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذان مغسولان، وامسحوا برؤوسكم، هذا ممسوح، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا مغسول. ففصل بين المغسولات بممسوح. والعرب لا تفعل ذلك إلا لنكتة، العرب لا تفعل، قضية اللسان العربي ألا يفعل ذلك إلا لنكتة، ألا يفعل ذلك إلا لفائدة، وهي الدلالة على الترتيب، الدلالة على وجوب الترتيب. طيب، أول الفروض غسل وجهه، فرض الوضوء. والفرض غسل وجهه بنية مسح يد مع مرفق وسلعة. والفرض غسل وجهه، أول الفروض غسل الوجه. والوجه يحد طولا بما بين منابت الشعر غالبا إلى منتهى اللحيين، إلى منتهى اللحيين يعني إلى منتهى العظمين اللذين تنبت عليهما الأسنان السفلى. ويحد عرضا بما بين الأذنين، هذا يدلك على أن البياض الذي بين العذار، يعني بين الشعر الذي ينبت إلى جوار الأذن، البياض الذي بين العذار والأذن من الوجه، وهو مما يغفل عنه كثيرا. إذن الوجه يحد طولا بما بين منابت الشعر غالبا ومنتهى اللحيين، ويحد عرضا بما بين الأذنين. فمن الوجه الغمم، الغمم في العربية الشعر النابت على الجبهة. بعض الناس يكون شعره، لا ليس الشعر النازل على الجبهة، الشعر النابت على الجبهة. بعض الناس يكون نبات شعره نازلا، ليس هكذا في النبات الغالب، لما يكون نابتا على بعض الجبهة. هذا الغمم معدود من الوجه، هذا الغمم معدود من الوجه. إذن الغمم نبات الشعر على الجبهة. كانت العرب تكره الغمم، كان لها اعتقاد غريب في الغمم، يقولون الغمم دال على البلادة، وهذا لا إسناد له، لا من طب ولا من شرع ولا من شيء. حتى بعضهم كان ينشد: فلا تنكحي إن فرق الله بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزع. كانوا يعدون النزع من علامات السيادة، يقولون إذا كان هذان الموضعان من الناصية لا شعر فيهما هذا سيكون سيدا، أما إذا كان عنده غمم لن يكون سيدا. اعتقادات غريبة، ما دخل الشعر في السيادة؟ فكان بعضهم يوصي امرأته إذا مات يقول لها: فلا تنكحي إن فرق الله بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزع. طيب، ما شأنك أنت أتنكح أغم القفا أو تنكح رجلا أنزع أو تنكح الذي تريد، أنت ستموت الآن. لكن كان عندهم اعتقادات غريبة. إذن الغمم الشعر النابت على الجبهة، الشعر النابت على الجبهة إن وجد في بعض الناس هو معدود من الوجه وليس معدودا من الرأس. كذلك من الوجه
البياض الذي يكون بين العذار والأذن، البياض الذي يكون بين العذار يعني بين الشعر النابت إلى النابت حذاء الأذن والوجه، كذلك من الوجه البياض الذي بين العذار والأذن. وليس من الوجه موضع الصلع، لذلك قلنا منابت الشعر غالبا. لو أن رجلا انحسر شعره عن ناصيته، هذا الجزء المنحسر عنه الشعر يكون من الوجه أو يكون من الرأس؟ قال أصحابنا عليهم رحمة الله يكون من الرأس، هذا الجزء الذي انحسر عنه الشعر يكون من الرأس. كذلك النزعتان بياضان يكتنفان الناصية. لو أن رجلا انحصر شعر رأسه عن جانب الناصية، هذان الموضعان اللذان انحسر عنهما الشعر يكونان من الرأس أو يكونان من الوجه؟ يكونان من الرأس ولا يكونان من الوجه، يكونان من الرأس ولا يكونان من الوجه. إذن من الوجه الغمم، الغمم معدود من الوجه، لكن موضع الصلع والنزعتان ليس من الوجه. طيب، إذا عرفت حد الوجه احتجنا أن نتكلم عن شعور الوجه. عندنا في الوجه شعر الحاجب، وعندنا في الوجه الهدب وهو الشعر النابت أسفل العين، وعندنا في الوجه شعر الشارب، وعندنا في الوجه شعر اللحية، وعندنا في الوجه شعر العارض اللي هو ما نزل عن العذار، وعندنا شعور في الوجه. هل يجب غسل هذه الشعور ظاهرها وباطنها؟ قال أصحابنا عليهم رحمة الله كل شعر يكون غالب الكثافة يجب غسل كل شعر نادر الكثافة، كل شعر يكون نادر الكثافة يجب غسل ظاهره وباطنه. يعني الحاجب نادرا شعر خفيف، الشعر الخد غالبا شعر خفيف، شعر الشارب غالبا شعر خفيف. فالهدب الأصحاب عليهم رحمة الله قالوا يجب غسل كل هدب وشارب وحاجب وشعر خد وعنفقة، والعنفقة الشعر النابت أسفل الشفة السفلى، هذه تسمى العنفقة، تسمى في العربية العنفقة. فكل شعر يكون نادر الكثافة يعني نادرا ما يكون كثيفا يجب غسل ظاهره وباطنه. أما الشعر الذي يكون غالب الكثافة كاللحية، هذا لا يجب غسل إلا ظاهره، لا يجب غسل إلا ظاهره. طيب، اللحية حكمها إن خفت فهي كالهدب، إن خفت فهي كالهدب يجب غسل ظاهرها وباطنها، وإن كثفت وجب غسل ظاهرها فقط، وإن كثفت وجب غسل ظاهرها فقط. طيب، كيف نعرف الخفيفة من الثقيلة؟ ما ضابط الخفة والثقل كيف نعرف الخفيفة والكثيفة؟ ما ضابط الخفيفة وما ضابط الكثيفة؟ قال الأصحاب عليهم رحمة الله ضابط الخفيفة أن ترى البشرة منها في مجلس التخاطب من ذي بصر معتدل، أن ترى البشرة من اللحية في مجلس التخاطب من قبل ذي بصر معتدل. يعني بعض الناس
ربما تكون اللحية خفيفة كثيفة وبصره حديد يرى البشر، لكن هذا ليس معتبرا. نحن نعتبر معيار الشخص المعتدل، ضابط الخفيفة أن ترى البشرة من خلالها في مجلس التخاطب من قبل ذي بصر معتدل. طيب، وضابط الكثيفة عكس ذلك، ألا ترى البشرة من خلالها، ألا ترى البشرة من خلالها. إذن شعور الوجه، شعور الوجه الهدب والحاجب وشعر الخد والعنفقة ونحو ذلك يجب غسل ظاهره وباطنه مع الوجه. أما اللحية فهي إن خفت ملحقة بالهدب، يعني يجب غسل ظاهرها وباطنها، وإن كثفت يجب غسل ظاهرها فقط، يجب غسل ظاهرها فقط. والفرض غسل وجهه بنية، هذا هو الركن الثاني من أركان الوضوء. والوجه غسل، والفرض غسل وجهه بنية غسل يد مع مرفق وسلعة. النية ركن من أركان الوضوء، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وإن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والنية لها عند أصحابنا عليهم رحمة الله سبع مسائل مشهورة، جمعها بعض أصحابنا عليهم رحمة الله فقال: حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. النية عند أصحابنا الشافعية عليهم رحمة الله لها سبع مسائل مشهورة، نظمها بعض أصحابنا عليهم رحمة الله فقال: حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. حقيقة النية وحكم النية، محل النية، زمن النية. حقيقة حكم محل وزمن، كيفية النية، شرط النية، مقصود النية. عندنا في النية سبع مسائل، من شهرتها نظموها في بيت شعر، قالوا: حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. حقيقة النية في العربية القصد، أما النية في الاصطلاح فهي قصد الشيء مقترنا بفعله. حكم النية الوجوب غالبا، إلا في نحو غسل الميت فلا تجب النية فيه، ولذلك نص الشافعية عليهم رحمة الله على أنه يجزئ أن يغسل الكافر المسلم، ونصوا على أن المرأة الذمية، الزوجة الذمية، الزوجة إذا كانت زوجة كتابية يهودية أو نصرانية يجوز أن تغسل زوجها الميت، يجوز أن تغسله مع كراهيتهم لذلك، لكن جوزوه. إذن حكم النية الوجوب غالبا إلا في نحو غسل الميت فيجزئ أن يغسل الكافر المسلم. حقيقة حكم محل النية القلب، محل النية القلب، ويندب التلفظ بها تأكيدا للمنوي. واستدل أصحابنا عليهم رحمة الله على ندب التلفظ بالنية بأمور ثلاثة: بأن التلفظ بالنية مؤكد لما في القلب، ربما يدخل المرء على الصلاة وقلبه ذاهل على الصلاة، لكن استحضاره للتلفظ، تلفظه بالنية يجعله مستحضرا للنية بقلبه ومؤكد للذي في القلب، فتلفظ بالنية مؤكد للذي في القلب. كذلك استدلوا بالقياس على التلفظ بالحج: لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حج، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج ونحو ذلك. إذن استدل الأصحاب بأن اللسان مؤكد لما في القلب،
واستدلوا بالقياس على الحج، واستدلوا بالخروج من الخلاف. قالوا من العلماء كأبي عبد الله الزبيري عليه رحمة الله من يجيب التلفظ بالنية، فخروجا من الخلاف نستحب التلفظ بالنية إخراجا للمسلم من مظنة الإثم، إخراجا للمسلم من مظنة الإثم. حقيقة حكم محل، محل النية القلب ويندب التلفظ بها. وزمن، زمن النية أول العبادات غالبا إلا في نحو الصوم، فلعسر تطبيق النية على أول اليوم في الصوم عفي عنه، لكن في سائر العبادات زمن النية أول العبادات غالبا. حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. كيفية النية تختلف باختلاف المنوي، فمن نوى الوضوء يختلف عمن نوى الصلاة، يختلف عمن ينوي الحج ونحو ذلك. حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. شرط النية أربع، شرط النية أربعة: الإسلام والتمييز والعلم بالمنوي وعدم المنافي. الإسلام فلا تصح النية من كافر، والتمييز فلا تصح النية من غير مميز، والعلم بالمنوي فلا تتصور النية مع الجهل به، فلا تصح النية مع الجهل بالمنوي، بالعبادة المنوية. وعدم المنافي يعني ألا يأتي بما ينافي النية كالردة مثلا، والعياذ بالله، الردة تنافي النية. حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. مقصود النية تمييز العادة عن العبادة، تمييز العادة عن العبادة. وقد تكون النية لتمييز رتب العبادات، يعني الغسل مثلا، أنت إذا أردت أن تغتسل للتنظف لا يتميز هذا الغسل عن غسل الجنابة في صورته الواجبة إلا بالنية. غسل التنظف كغسل الجنابة تماما بتمام من حيث الصورة، أي من حيث الصورة الواجبة في غسل الجنابة. لكن ما الذي يميز الغسلين؟ نيتك. أنت في غسل الجنابة تنوي رفع الجنابة، تنوي رفع الحدث، لكن في غسل التنظف تريد التنظف، تريد التبرد ونحو ذلك. فالذي يميز العادة عن العبادة النية، الذي يميز العادة عن العبادة النية. كذلك تميز النية رتب العبادات. هنا رجل أراد أن يصلي ركعتين سنة الفجر، ثم أراد بعدها أن يصلي ركعتين فرض الفجر، ما الذي يميز هاتين الركعتين عن تلك؟ يميز هاتين الركعتين اللتين هما سنة الفجر عن الركعتين اللتين هما فرض الفجر. النية، هنا ينوي سنة الفجر وهنا ينوي فرض الفجر. إذن النية كما تميز العبادة عن العادة تميز رتب العبادة. الجلوس في المسجد قد يكون للاستراحة وقد يكون للاعتكاف، الأول لا ثواب فيه والثاني فيه ثواب. ما الذي يميز العادة عن العبادة؟ ما الذي يميز العادة عن العبادة؟ النية، هذا ينوي الاستراحة وهذا ينوي الاعتكاف. هنا تمت مسائل النية السبعة، نتوقف مع بعض مسائل النية إن شاء الله بعد الاستراحة التي نأخذها بإذن الله. نلتقي الساعة الحادية عشر والنصف، الحادية عشر والنصف، الاستراحة. نكمل أو تستريحون؟ تستريحون نصف ساعة؟ الاستراحة من الحادي عشر إلى الحادي عشر والنصف؟ طيب، إذا نستريح إن شاء الله ونستأنف درسنا إن شاء الله الحادي عشر والنصف. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والحب فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.